بمناسبة افتتاح المجمع الكنسي لمطرانية القدس الأسقفية، احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية العربية بجبل عمان بخدمة الشركة المقدسة. ترأسها سيادة المطران سهيل دواني، وحضرها عدد من القساوسة وأبناء الكنيسة في الأردن. المزيد في التقرير التالي. كان مشهداً بهيجاً حين التقى معاً على الهيكل كافة رعاة المجمع الكنسي لمطرانية القدس والشرق الأوسط في كنيسة الفادي الأسقفية العربية في عمان، حيث أقيم قداس احتفالي بمناسبة افتتاح المجمع حضرته وفود من الأردن وفلسطين ولبنان. وترأس القداس الذي تضمن صلاة شارك بها جمع من المؤمنين سيادة المطران سهيل دواني بحضور عدد من القساوسة ورعايا الكنيسة القادمين من مختلف أنحاء المملكة، ورفعت الصلوات والطلبات بأن يحفظ الله الأردن ملكا وشعبا، وأن يلتقي الجميع على المحبة والسلام والتآخي. نتضرع إليك أيها الرب الرحيم أن تسمعنا بواسطة ابنك الرب يسوع المسيح، واقبل بواسطته ذبيحة حمدنا وشكرنا هذه، ونعم أن تكون تقديمات الخبز والخمر هذه هي جسده والذبح المباركين. هو الذي في تلك الليلة تسفى أخذ خبزا، وبعد أن شكر كسر وأعطى تلاميذه قائلا: خذوا كل هذا وجسدي الذي يبذل عنكم، اصنعوا هذا لذكري. وفي حديث خاص لسيادة المطران دواني لعدسة نورسات، أشار إلى أهمية هذا اللقاء الذي يجمع القساوسة وأبناء الكنيسة لمتابعة الشؤون الرعوية الداخلية. يلتئم المجمع الكنسي لمطرانية القدس والشرق الأوسط في كل عام في مدينة عمان، وتأتي الوفود من جميع أنحاء المطرانية، من فلسطين طبعا، الأردن أخواتنا الأردن، لبنان، ونجتمع لثلاث أيام لبحث الأمور الكنسية الرعوية والأمور التي طبعا تختص بالمؤسسات الكنسية اللي منديرها إحنا كمجمع كنسي. وهي مناسبة إنه لقاء، هو لقاء ولقاء مبهج، لأنه بيلتقوا مع بعض كل العمد الرعوية والرعاة بيلتقوا مع سوا. كما لاحظت اليوم كيف كان هالمنظر جميل جدا، وجود هالرعاة مع بعض على الهيكل. وعلى الصعيد ذاته، أقيم في مدرسة الأهلية للبنات في جبل عمان حفل مرور 10 سنوات على تأسيس لجنة السيدات التابعة لمطرانية القدس والشرق الأوسط. حضر الاحتفال سيادة رئيس الأساقفة سهيل دواني وعدد كبير من قساوسة المطرانية وأعضاء المجمع الكنسي وجموع من الحاضرين. تخلل الاحتفال كلمات ترحيبية وترانيم لطالبات المدرسة، كما عرض فيديو قصير لإنجازات لجنة السيدات. استطعنا إحنا إنه نجمع كل السيدات في مؤتمرات إقليمية وفي ورشات عمل، إما بتكون هاي ورشات العمل في الأردن في مناطق مختلفة، لأنه إحنا عندنا كنائس في الأردن، عندنا في السلط، عندنا في الزرقاء، عندنا كمان كنائس في إربد، فكل مرة بكون في طبعا عمان، فكل مرة بكون لقائنا في يعني في مدينة من هاي المدن. وكذلك نفس الإشي الحال في الضفة الغربية، بننقي وبنختار بلد وبنروح إلها وبنقضي اليوم هناك. بيكون اليوم بيشتمل على أو يبدأ بالصلاة وترانيم، بعدين محاضرة من ناس أخصائيين، إحنا بنختار موضوع، بعدين طبعا بتخللوا غداء، يمكن يكون في جولة
في هذه البلد اللي احنا اخترناها حتى نتعرف كمان على الأماكن السياحية والأثرية والتاريخية ونربطها بالإنجيل المقدس. وفي الختام تم تكريم 17 من أعضاء اللجنة تقديرا لجهودهم وعملهم الدؤوب. سلام ومحبة، هذا اليوم احتفال كبير في مطرانية القدس والشرق الأوسط. منذ تولي سيادة المطران سهيل دواني نيافة رئيس الأساقف في القدس والشرق الأوسط، مهامه جمع سيدات اللي من مناطق اللي بتخص المطرانية من الأردن وفلسطين وسوريا ولبنان في لجنة واحدة لمجلس للسيدات وعمل السيدات في المطرانية. وقاموا منذ ذلك الحين سنة 2007 بعدة نشاطات تحت مؤسسة واحدة، لجنة واحدة قطرية ولجنة واحدة لجميع الأقطار في المنطقة، وعملوا مع بعضهم البعض من سيدات التقوا في كل مرة حتى ينسقوا أعمال السيدات في هذه المنطقة، من اجتماعات تحضيرية، من لقاءات روحية، وأيضا لقاءات حول السلام، حول المواطنة، حول التنمية، حول عدة أمور قاموا فيها واجتمعوا جمعوا سيدات.